يا أهل البلاد يا أهل البلاد بالنفاق شروني أغلى من الزباد زيدوني ثمن لهميت بجواد لازم تفقدوني ولسكنت الحداد من شراي من إذا أعطيت الأعمى عيونك إذا أعطيت الأعمى عيونك حالك؟ الحمد لله تب خير خير الحمد لله متونس مره مريح مره ما يحتاج من السيب اي ولادك الحيل سكر سكر وحليب اقول لك ايش اسم السيب قديما قديما هذا طبعا ما في البرنامج هذا ما في البرنامج قديما اي لها اسم والله صراحه ما عرفته صراحه اي اخبرك اي سر بيني وبينك ايوه اسمها دمى قديما دمى يحسب دمى الطاهين اول لا اسمها دمى قديما اي زين إذا أعطيت الأعمى عيونك إيش تكملته؟ لا أعطيت الأعمى عيونك يا بويو لا أعطيت الأعمى عيوني والله هذا إيش ما أعرف الصراحة إذا أعطيت الأعمى عيونك لا الله أعلم إذا أعطيت الأعمى عيونك ما أعطي قلبك ما أعطي قلبي إذا أعطيت الأعمى عيونك إيش تكملته إذا أعطيت الأعمى عيونك حالة قلبك حالة قلبك حالة قلبك إذا أعطيت الأعمى عيونك والله ما تحضرني صعبة ذي صعبة صعبة يقول لك إذا أعطيت الأعمى عيونك قلعهن 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 إذا أعطيت الأعمى عيونك ما تحضرني الإجابة دب الطب الكالخ بنابه سكر فرس حارب وناوي أي على الفرس حارب وناوي أول هذا الياس ما يحتاج امشي من شي ثلاث ايام سيري بنا وفي مصل بكسير وقصع السراب الضراب هي مصل بكسير قرب واحد لايمة تاشل لو ما حتى لايمة تاشل قادر اشله بنص البعوة وكسر عظامه عظم عظ اليوم يناك حن خير ان شاء الله عارفين ان مشي من معك والله الموجود بنجيبه الا هو موجود بنجيبه زين خبرني هين مشيت هين طلعت هين جيت الحين ولا اول 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 سافرت بحر سافرت بحر ما مشيت زنجبار ولا الهند الهند رحت مشيت الهند نعم اول باكستان نعم باكستان باكستان من زمان بحر شو استوت عليكم قصة في بحر ولا شيء ولا تعرضتوا لموقف معين ولا شيء الا الحمد لله استوت علينا يعني موي وقت أرياح يعني وينا على البندر تمينا 4 أيام و5 أيام في البندر يعني خف الهواء ما صابكم حال أبدا مول بعد كم ترمسوا ميدان الحين في مصنعة نعم نرمس الميدان باقي باقي نعم باقي
والشايبي يوسف ودعبيد باقي؟ باقي. ايش هبته؟ لكن عيان مسكين، عيان عيان ما شربه الاول، الحين الشيب ما يخليك شربه يوم جديد، هاك يوم جديد غير واليوم غير. وايش قال الميدان؟ قال يقول منور وبا من كبار الليان، منور منور وبا من كبار الليان، دب الطبل كالخ بنابه، سكر فرس حارب وناوي، اي على الفرس حارب وناوي، اي كبميه من كبار الليان، لواحد شبر كالخ بنابه. بيعوره بيقتله. هيش يقول؟ ابو الصلدمي الصلف حارب حل، ابو الصلدمي الصلف حارب حل، ضربنا الصلف على الصلادمي، يلي يبى الباس لف اليمين ويلي يبى الخير في اليسرى، وصل بن الصلف حارب حل بان الصلف على الصلادمي. من ذي قايل؟ ها؟ اي الرشاش ولا من ذي؟ هذه قال بي حياه فريش الرشاش. فريش؟ فريش. زين. شياب يعلمونا حن، كان اول معنا حفظنا معهم وحصلنا شوي الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله عليك، طحيتني. من يد الطحان العبد فرح الماس. وطحنته. ما نشتري الغالي بالرحيه، الحب الذي غالب بالرحيه. الحب انطرح من يد الطحان وطاح فرح الماس وطحنته. الحب الذي غالب بالرحيه. الحب انطرح من يد الطحان وطاح فرح الماس وطحنته. رح الماس هذي؟ اها. عاد رح الماس طحنته. علام علام علام. ترى ما كل الرحيه يطحنن. لا 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 لا. بلي لقنا والقف ان الشاب مذهب وسمت اللوافيدي، ما شي قطع ضارب وادي لو في الجفن ضارب النوادي. علي لقنا والقف ان الشاب مذهب وسمت اللوافيدي، وذي بعدنا ينودكي. اها. وانها ينود وين راس علي رقاد. اها اها اها. لو في الجفن ضارب النوادي، لكن بعدني بعدني علي لقنا والقف ان الشاب مذهب وسمت اللوافيدي. هذا كيف مع علي رقاد بعد؟ بسوي امر، بسوي امر عاد، بسوي نونو ما يصنعون. ها؟ بسوي امر عاد ما يحتاج. نونو ما يصنعون. ما يحتاج. عودوا في لعبكم موايب دوم. عودوا في لعبكم موايب دوم. دعم فارش لباري سعيد حتى انهم يحبوا نصيح فريش. كلامها صدق ين حمقاني، لو ما محات الموايب دوم بيقصني الباري يا سعيد. بيقصني. الباري يا سعيد. إذا أعطيت الأعمى عيونك بيعينك. بيعينك. ها؟ إذا أعطيت الأعمى عيونك بيعينك. إذا أعطيت الأعمى عيونك إيش تكملته؟ ما بيكون، ما بتشوفه. ما بيش؟ ما بتشوف يعني. ما بتشوف. إيه بتكون أعمى يعني نفسه. إذا أعطيت الأعمى عيونك. والله ما عندي فكرة. إذا أعطيت الأعمى عيونك يطمع في جفونك. إذا أعطيت الأعمى عيونك يطمع في جفونك. إذا أعطيت الأعمى عيونك يطمع في جفونك. طمع. طمع. طلع يبغى كل شيء. اسمك بالخير؟ سالم بن ناصر السيابي. والنعم يا سالم. يا أهلا وسهلا. إجابتك صحيحة، فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان برنامج هود هود. تفضل. تستاهل. الله يخليك. مشكور. جايز بصمع المراتب فوق مساود هذا الباب لا معالي. لولو وينك ان على الباب لولا ما شاهد. محلاك يوم مشمشة. محلاك يوتينه. معذبني. غزال المعرس الحين. كيف ما يحتاج. حلمنا ما تستوي ستة في ستة. سمعت كيف الكلام؟ ينشعولي ذا ناشع الذالي ومنحي قلبي يذهلمونه. بس ليش عرس عرس النبوعة؟ هاي بيجيني ديكي. هاي ديكي بينقب. روحت مني بتناوش منقاش من خيال ورد فرد 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 فرد. ولين جيت من الخطر قولي. كنك شيبك قال له تشي ما فيك. نبقى شوي بكده. لو عندي بك ساتلق شوني. قل نعم. نعم. كم من عتقنا وكم من فرد حيينا. اوه 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 يا مسجل يغنوا هل الدار بنشدكم علو يو هل الدار بنشدك. هود 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 يا اهل البيت يا ويدي موصوف معكم دواء حال المياهيج عبر الميت تران علو الطيب من الطيب ومن سليم من الشام غالين حال
كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص، كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص. وش هذا؟ ايش هذا اللي على انكثر غلى ولنقل رخص؟ قلنا شمام. شمام. ايوه. شمام. شمام. كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص، ايش هذا؟ البصل. البصل. ايوه. كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص. ثوم والبصل. الثوم؟ ايه. ولا البصل؟ حدد واحد. ثوم قلنا. كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص، وش هذا؟ كل ما كثر غلى وكل ما قل رخص. الكلام. الكلام. جاوبني. دي ياكلوه ها؟ ما ياكلوه ولا يشربوه. ولا يشربوه. عيد السؤال شوي خليني كل ما كثر غلى كل ما قل رخص. كل ما كثر غلى. ما اعرف هذا. اول هذا الياس ما يحتاج امشي له من 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 شي 3 ايام اتروحه. تروح الياس. تروح. يا حطاي هاي طيبه الري الاول كان هاي طيبته يوم تشيكيها على على الخيم وتفيكيها زورها تروح تشيك ريحته من داخل الياس. اها. اما الحين لا حق هاي الشباب الحين ما رينا احنا الشباب صراهم يطبشون مشرق مغرب حاضر ساند ما نندلهم وحد يبى الريحة وحد ما يباها اكثرهم يبوها ما ظنت يا الله اعلم يا نوق سيري بنا وفي مرسل بكسير وقصع السراب الضراب هي مرسل بكسير ما ينشربت انا اليوم يشربها غيري يا راعي الصرف عن صرفك تبدل صرف وعن لا تسوي شرحك يا ذراع الحرف لا باس يوزين عساها تجيك من غيري لا باس يوزين عساها تجيك من غيري شو قصة راعي الحرف؟ ومننا ما تجيك ان شاء الله من غير برجيك ايوه انا اعطيك قرش اها في دوارتك يا رحا كلاب مر وحدي ومر في الطيبة باصبرك يا رحا يومين من باكر الى ورا باكر عقب باي بلك يا رحا كلاب ليه هل ويا عمار فطيبه. اقول لك انا اقول في صبر ما دام ان اعطاها يومين اعطاها يومين بصبرك يا رحا يومين من باكر من باكر ليه ورا باكر وعقب باي بلك يا رحا كلاب ليه هل ويا عمار فطيبه وشلك من ما خيبك ينتخي فرحان وما قصر النر وهذه نرم الفورة بتفضيبه والفورة علمها بتفضيبه كان قاطع الفولة على الفولات بحد سنة وقاطع الماسي طش النرم ينتخي فرحان ويهادي النرم ويهادي النرم ما يقص الماس للروحة تعبان قال للمبايد نرم يخل الصيام أخل ولا يلبس النرم يفنابه حال النرم خاضعات رقابله ما خذات الملك كله عن لا تذم النرم يفريش لا تعرف النرم مضمونه نرم اللي يخلي الصيام ما خلوا لا يلبس النرم يفناب هو يا اصلا مصح ما لا لا لكن النرم ما ياكل الماس لا 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 ما ياكل ما ياكل ما يقدر له ما يقدر له يعني هيش الماس جوي صح اقبع الماس ما ظني شيء ماشي اها اربع قواير ياس فيهن الهلالي في وسط البكاس قورة ياسمين بنواد الرماس في وصاص الوادي والعذر يوناس كونوا سامحين شو اللي ياها بنواد الرماس في وصاص الوادي والعذر يوناس كونوا سام أربع قواير ياس فيهن الهلال وفي وسط البكاس قورة ياسين كل ما كثر غلى كل ما قل رخص كل ما قل رخص اللحم اللحم ايه
شيء كل ما كثر غلا وكل ما قل رخص. كل ما كثر غلا وكل ما قل رخص. حد قال لي اللحم، حد قال لي البصل، حد قال لي الثوم، وانت ايش تقول؟ حد قال لي بعد الكلام يمكن العقل. العقل 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 العقل. اسمك بالخير؟ راشد بن خميس المعمري. والنعم راشد، فزت معنا بجائزة نقدية مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان، برنامج هدهود، وإجابتك طبعا صحيحة. تفضل. دب الطبل كالخ بنابه، سكر فرس حارب وناوي أي على الفرس حارب وناوي. أول هذا الياس ما يحتاج أمشي من نشي ثلاث أيام، سيري بنا وفي مصل بكسير، وقصع التراب الضراب في مصل بكسير، قرب واحد لايمة تاشل، لو ما حتي لايمة تاشل قادر أشله بنص البع وكسر عظامه عظم عظ. بدوارتك يا رحاك اللاب مر وحدي ومر في الطيبة، بصبرك يا رحا يومي من باكر إلى ورا باكر، عقب طيب لك يا رحاك اللاب لأهل ويعمر فضي. أقول لك أنا أقول في صبر، ما دام أن أعطاها يومين بصبرك يا رحا يومي من باكر باكر إلى ورا باكر، وعقب طيب لك يا رحاك اللاب لأهل ويعمر فضي وشلك من.